أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. غني لأن له كل هذا الملك، كل الملك ده اللي قالنا عليه، ولذلك هيقول لنا بعدين في آية أخرى إن الحديث القدسي إن السماء والأرض بالنسبة لملك الله كحلقة ألقاها ملك في خلاء، يعني ما تفتكرش انها هي دي كل الاكوان. واحنا دلوقتي بنعرف هذه بالهندسه اللي هي المسافات الضوئيه اللي العلماء وصلوا اليها، بانهم يعرفوا الاشياء بالضوئيات. الضوئيات اللي هي سرعه الثانيه 300,000 كيلو في الايه في الثانيه. وبعد ذلك شوف لسه فين تروح للقمر في قد ايه، وللشمس في قد ايه، وللمراه المسلسله في قد ايه، وللمجره اللبنيه في قد ايه. مسائل كلها ارقام، لما تقعد تعملها كده هو انت لها ارقام قد ما تقدرش لها حظ. ولذلك بيعبروها عنها بالمسافات الضوئيه، ما تجيش بالمتر بقى وبالهندسه. نعم. لله ما في السماوات والارض، وخلقها وهو غني عنه، يبقى هو الغني المطلق لأنه غني عما خلق، وأعطاها لمين؟ لعباد من عبيده. يبقى كان من الواجب إن الغني المطلق اللي فعل أشياء لا تفيده وتفيد غيره أن يكون محمودا. ولذلك الله والإيه هو الغني الحميد، الغني الحميد، وفعيل بمعنى إيه؟ الغني المحمود. وهو أيضا حامد في بعض الآيات، إن الله شاكر إيه؟ شاكر عليه. شاكر مين؟ شاكر ليه؟ قال لك إذا كنت أنت بتشكر ربنا، وعلمنا الله إن اللي يحيي بتحية يحيي بأحسن منه، فأنت شكرت يبقى ربنا يعمل لك إيه؟ يزودك، يبقى تزويده ده إيه؟ شكر لك، يعني مكافأة لك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما في الأرض من شجرة، ساعة ما قلنا من دي من بداية ما يقال له شجرة، احنا قلنا زمان إن من تيجي عشان تدلي على العموم. قلنا إن قال رجل ما عندي مال، يمكن ما عندوش مال يعتد به، يعني معاه جنيه ولا أقل من جنيه ولا 10 جنيه ما تعتبرش إيه. إنما لما يقول ما عندي من مال، يبقى من بداية ما يقال له مال ولا مليم حتى، يبقى من بتيجي للإيه؟ ما في الدار من أحد، غير ما في الدار أحد، يمكن أحد يعتد به، إنما في عيال في مش عارف إيه في نسوان، إنما تقول ما في الدار من أحد يبقى ما فيش في حد خالص. ولو أن ما في الأرض من شجرة، من بداية ما يقال له شجرة. طب وما هي الشجرة؟ الشجرة هي الشيء الذي تشتبك أغصانه، شجرة بينهم يعني اشتبكت أغصانه. وحددوها بأن ما لها ساق، لأن في خضروات تيجي في الأرض مبطوشة على الأرض، ده اللي بيسموها النجم. يبقى النجم معناها شجر ملوش إيه؟ ملوش ساق، لأن ما دام شجرة وأقلام يبقى لازم هتتاخد من ساق. طب واللي ملوش ساق مش هنعرف ناخد منه قلم، يبقى إذن الشجرة ما لها إيه؟ ما لها ساق. وبعدين قد تتفرع من الساق فروع برضو ناخد منها إلى على الأول. طب والتاني أم قال لك ده اسمه نجم. القرآن حينما تكلم عن هذه المسألة تكلم كلام معجز، الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق. الشمس والقمر آيات عليا خلاص. طب ولما قال والنجم والشجر يسجدان، يبقى جاب النجم والشجر في خضوع سجود يعني، والشمس والقمر جابها حسبان لأنها بمقاييس للزمن. طب كلمة النجم لو ضمتها أنت للشمس والقمر تنفع ولا ما تنفعش؟
الشمس والقمر والنجم ماشي ولا لا؟ طب وما دام النجم ما لا ساق له تنفع تروح ورا الشجر ولا لا؟ تبقى كلمة والنجم جاءت ايه هنا مستخدمة في شيئين، تأخذها مع الأول تمشي وتأخذها مع الثاني تمشي، وده يسموه في اللغة شيء اسمه استخدام. اللفظ يؤدي معنى ويستخدم في معنى آخر بضميمة الضمير بتاعه. الشاعر لما قال هو راكب الايه الجواد بتاعه، فركب الجواد وعايز يمشي في الصحراء لا بد له من دلالة على المكان الذي يريده، يبقى يعمل ايه؟ يبص الايه وعلامات وبالنجم يهتدون، يبقى علشان يمشي كويس يبص الايه للنجم. طب انت نظرت لنفسك والجواد اللي انت راكبه ده تسيبه يموت من جوع بقى في الصحراء؟ أم قال لك الجواد يوطي كده ياكل النجم اللي في الارض؟ الله، يبقى كلمة النجم استعملت ايه استعمالين. قال ايه؟ وراعي النجمة في سيري اليكم، عشان ايه؟ اهتدي بالنجم. ويرعاه من البيدى جوادي، ويرعاه من البيدى ايه جوادي. واللي قال ان انا ارسلت الى فلان عينا فسد عني عينا وارسل عينا يرى قحطي الذي اصابه انسداد العين. الله، ايه ارسلت عين وسد عني عين وارسل علي عين؟ خلاص، قال لك ارسلت له عين. العين يطلق على الذهب والفضه من معانيها. طب سد عني عين يعني ايه؟ هو مسك الميه من عندي سد عني الميه اللي جايه ترويني، وبعدين بعت عين علشان تشوف ايه الاثر اللي بقى عمله وطلعته ما لقيتوش، فبكت عيني وعيون قومي. يبقى كم حاجه استخدمها؟ قال ايه؟ انت ارسلت له عين، فهم ترقق قلبه، ام هو رد على ده بلؤم وسد القلب يبعت لي انا عشان سد عنه العين اللي هي جايه من ناحيته عشان يروج، وبعدين بعت جاسوس، والعين تطلق على الجاسوس، بعت جاسوس عشان يشوف اثر منع الميه ايه. خلاص كده، وبعدين ايه اللي حصل؟ بكت عينه. يبقى العين استخدمت كم مره؟ اسمه استخدام في الايه في اللغه. يبقى الشجر هنا ما له ساق، لان هو ده اللي ينفع منه اقلام، انما النجم ما تجيش منه ايه؟ ما تجيش منه اقلام. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، طبعا ادي الاقلام، والبحر يمده من بعده سبعه ابحر. يمد يعني يعين ويساعد، الخلص ده يجي له الثاني، الخلص ده يجي له الثاني. طب اشمعنى جعل الامداد للماء ولم يجعل الامداد للشجر؟ قال لك لان الالم الواحد يكتب بحبر لا حصر له، يبقى اللي بينفد ايه؟ يبقى الحبر هو ده اللي. طب والحبر جبتها منين؟ جبتها منين؟ جبتها منين دي يعني؟ ده شوف كده، والبحر يمده من بعده سبعة. قل لو كان البحر مدادا لكلمة، شوف الآية بتخدم آية، لو كان البحر ده، أنا مش بكتب بمية، بكتب بإيه؟ بحبر، بس الألم الواحد شوف يكتب قد إيه، يبقى يعوز قد إيه. طب كلمة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الكلمة سبعة دي لها مدلول سبعة يعني سبعة، ولا المراد بها الكثرة؟ المراد بها الايه؟ الكثرة. قال لك ازاي؟ ام قال لك هو الحق سبحانه وتعالى قال سبع سماوات، مش كده؟ ودي في مجرتنا الشمسية، مش كده ولا ايه؟ فيها اراضي ولا مش فيها اراضي؟ وفيها اقمار ولا ما فيهاش اقمار؟ كل واحدة لها ايه؟ كل واحدة لها مجال. طيب انت دلوقتي هو لما تيجي تقول السماء السماوات السبع، سماء مين؟ اذا كانت سماء كل ما اقلك
وبرضو الأراضي اللي هي في المجموعات الأخرى في المجرات برضو لها سماء ولا ما لهاش سماء؟ يبقى إذا قيل سبع سماوات ولا سبع أشواط ولا كذا كذا كذا، يبقى المراد إيه؟ قال لك لأن العرب كانت تعتبر السبعة نهاية العدد، نهاية إيه؟ العدد. ليه بقى؟ قال لك لأن العدد ده معناه إيه؟ الأرقام التي تبين المعدود، إذن ففيه عدد وفيه إيه؟ فيه معدود. ولما فيه عدد وفيه معدود وتنبهنا له عرفنا نرد على المستشرقين، نفرق بين العدد إيه؟ والمعدود. العدد يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والمعدود واحد إيه؟ يبقى ده المعدود. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد الله أن ينهي التعدد المطلق في الزوجات أنزل يا محمد قل لأمتك اللي معاه زائد عن أربعة يمسك أربعة ويفارق الباقي، مش ده اللي حصل؟ رسول الله في الوقت ده كان عنده تسعة ما شاملوش الحكم، فقال لك ايه الحكايه اللي خلت ربنا يعني يستثني محمد يعني يبقى عنده تسعة وامته تبقى عندها ايه اربعة؟ ما فطنوش الى الحته اللي بنقولها دي، العدد والايه والمعدود. هل الله استثنى رسوله في العدد ولا في المعدود؟ لا في المعدود، لانه قال له في ايه ثانيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يبقوا التسعة دول هم التسعة، يمدوا كلهم ولا واحد، يبقى ما استثناش في العدد، لأنه لو كان استثنى في العدد اللي تموت يجيب مطرحة ويمدوا كلهم يجيب تسعة. نقول له لا، ده لم يستثنه في العدد وإنما استثناه في المعدود. طب ولماذا جعل الله الاستثناء في المعدود دون العدد؟ قال لك لأن اللي متجوزة غير رسول الله لما زوجها يطلقها ويمسك أربعة ويطلق الباقي تروح تتجوز غيره ولا لا؟ لكن زوجات النبي أمهات المؤمنين محرمات على الغير، فيقعد بقى من غير زواج، فقال له تقعد بس يتمنى إيه؟ إنهم ما يتكرروش. يبقى ضيق على رسول الله أم وسع عليه؟ يبقى ضيق على رسول الله، وهم قالوا لا ده وسع عليه عمل له تسعة، نقول لهم تسعة ايه ده؟ هي معدود لا عدد، والذي عنده أربعة يقدر يطلقهم يجيب ايه؟ كل شهر يجيب له أربعة. إنما ده قالوا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. ما بننظرش إلى ذوات المعدودات كمان، كل واحدة لها إيه؟ لها خصوصية ما توجدش عنها. طب بالله الضرة التي تتنازل عن قسمها في البيتوتة إلى ضرتها تبقى معناها إيه؟ عايزة شرف. بس هي عايزة شرف إنها زوجة النبي، تبقى أم مؤمنين بس، تبقى تتنازل للتاني عن إيه؟ ومعنى ذلك أنها تعلم أنها لا إربة في هذا الرجل، تبقى هي عايزة بس تبقى أم إيه؟ أم المؤمنين. يبقى بس دي، يبقى إذن حتة العدد والمعدود خلصتنا من إيه؟ من إفك المستشرقين الذين يريدون أن يثبتوا أن الله حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن التسعة وأن دول إيه؟ أربعة. أتبقى حكاية السبعة دي إيه؟ قال لك فيه عدد وفيه معدود. العدد والمعدود ده حتى غلب الطلاب اللي بيدرسوا نحو، احنا عندنا واحد واثنين، واحد وواحدة، دي المذكر واحد ودي واحد، احد واحدة مش كده، اثنين للذكور واثنتين للإناث. اذن لا اشكال في العدد اللي هو ان كان واحد وايه واثنين، انما الكلام جاي في ايه؟ من ثلاثة لعشرة، الكلام فيه من ثلاثة لإيه؟ يبقى إذن واحد واثنين جايين للمذكر مذكر وللمؤنث ما فيش فيها إشكال، إنما ثلاثة لعشرة هي اللي اختلفت. قال لك خليها مع المذكر بتين مؤنثي ومع المؤنث بتنتين. قال لا، بقى مع المذكر
تبقى بتاء ومع المؤنث تبقى من هالتاء. ايه يعني؟ قال لك يا اخي لاحظ، ايهما اصل، التذكير ام التأنيس؟ التذكير هو الاصل، ولذلك احتاج التأنيس الى علامة. يبقى الاصل ما احتاجش الى علامة، مش كده ولا لا؟ قلم بس ما فيش فيه علامة، دواء فيها علامة. يبقى الذي يحتاج لعلامة هو الفرع، واللي ما يحتاجش لعلامة هو الايه؟ هو الأصل. طب تعالى بقى شوف الأعداد من 3 ل 10، واحنا 1 و2 متفقين مع المؤنث مؤنث، ومع المذكر مذكر. طب من 3 ل 10 عد كده، عد انت، 1 2 3 4 5 6. الله، الكلمة مبنية على التاء مش تاء تأنيس. الكلمة ايه؟ مبنية على التاء، ما هي من غير معدود. 3 4 5 6 7 لحد 10، مش كده ولا لا؟ طب لما نجيبها للمؤنث نعمل ايه؟ نجيب تاء ثانية للتأنيث على تاء البنية، يبقوا تاءين مش نفع. أم قال لك ما أعمل العلامة بحذف التاء دي، أعمل العلامة بإيه؟ بأن نحذف التاء. يبقى في المذكر نقول 3، وفي المؤنث نقول إيه؟ 3. هات بقى القرآن ماشي على هذا الإيه؟ 3 أيام في الحج، و7 إذا إيه؟ تلك 10 كاملة. الله يقول له دي، ده انت بتقول هي مؤنثة مع المذكر؟ لا، هي مذكرة مع المذكر. مذكرة يعني ايه؟ استعملت على اصل اسمه، اسمها 3، فاستعملت مع المذكر اصلا على اصل. فلما اردنا ان نجعل مفارقة لم نجد مفارقة الا ان نحذف التاء من ايه؟ ان نحذف التاء من ايه؟ من هنا. طيب تعال بقى ايه حكاية 7 بقى دي؟ أم قال لك العدد هو الأصل، الواحد واحد، لأن العدد بينشأ من ضم واحد إلى ونجيب واحد ونزود واحد، يبقى الأصل في العدد، الخامة بتاعة العدد إيه؟ واحد. يبقى مدام الخامة بتاع العدد واحد، نأول من ضم له واحد بقى 2، مش كده؟ نضم للاثنين واحد بقى، نضم لها واحد بقى إيه؟ نضم لها واحد بقى كام؟ نضم لها واحد بقى كام؟ نضم لها واحد بقى ايه؟ 7. احنا عندنا في الاعداد في جمع، هذا الجمع اقله 3، كل جمع اقله ايه؟ 3. سيب الواحد لانه البنية بتاعت الاعداد، وهات في 3 كده جمع. قال لك العدد اما شفع واما وتر. شفع يعني يقبل القسم على ايه؟ 2، ووتر ما يقبلش القسم على 2، يبقى العدد يا شفع، ولذلك ربنا يقول والشفعي. ما دام شفع، اول حاجه بقى في الشفع ايه؟ 2، مش كده؟ وبعدين 3 اول الوتر، مش كده؟ ما الواحد ما تعتبناش لانه ده الخامه. تبقى اول الزوج 2، واول الوتر 3، خلهم 4، بقت ثاني الزوج. يبقى عندنا 2 من الزوج كام؟ 2 و4، والخامس تبقى ثاني الوتر، والسادس ثالث الزوج، والسابع. يبقى الثلاثات جت منين بقى؟ من 4، من 2 و4 و6، ادي اكثر العدد. ما هو اعلى الجمعة، والوتر 3 و5 و7. يبقى اذا 7 فيها ايه؟ اقصى الجمع وترا وزوجا، ولذلك انتهت عند كده. ولذلك لما العرب كانت تعد اكثر من كده تجيب واو اسمها واو الثمانية، واو ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى إيه؟ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم إيه؟ رسول منكم إيه؟ آيات
وإيه؟ وينذرونكم لقاء يومكم هذا. طب إيش معنى هنا؟ قال سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. لكنه في الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال لا، إيه الفرق بين دي ودي؟ قال لك لأن فتحت هناك جواب شرط، وهذا الجواب كانوا يكذبونه وينكرونه، والشرط تأسيس. حتى إذا جاءوها إيه اللي حصل؟ فتحت أبوابها. إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يكذبون بهذا اليوم؟ إذن فلا تكون فتحت أبوابها جوابا، لأن هم عارفين أنها هتتفتح. ده الجواب حاجة تانية. حتى إذا جاءوه وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يبقى الجواب مش هنا، الجواب اللي هيجي قدام. يبقى إذا دي واو لما كانت أبواب الجنة تمني ألواء، ولما كانت أبواب النار سبع ما قالش واو. يبقى إذا إيه هناك حتى هناك صادفت عسى ربه ان طلقكن ان يبدله اي ازواجا خيرا منكن ايه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات مبقى. جاب الواو من المسلمين والمسلمات ولو الاخر راها كده تنتهي عند الثمانيه يجيب واو. ليه؟ لان العرب تعتبر السبع منتهى العدد بما فيها من زوج وفرد والجمع اخطرها ثلاثه، يبقى ثلاثه وثلاثه واحد. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر، ذا مداد يعني مدادا لكلمات ربي، يبقى خدنا ما نفذت كلمات الله. ما هي المراد بكلمات الله؟ كلمات الله هي السبب في ايجاد المقدورات العجيبه، لان الحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. فكل مراد من شيء السبب بتاعه ايه؟ كن. افرض وهنا عجيبه، وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له. اللي بيقول للشيء ده هو لسه هيخلقه تاني. لما قال لك كان كل شيء في عالم القدر مرسوم، يعني ابرز الى الوجود بس، امور يبديها ولا يبتديها. تبقى الكلمات معناها ايه؟ كن. وكن مرادات الله في كونه، ما علمنا منه وما سنعلم وما لم نعلم الا حين تقوم القيامه. الم يقل في العجيب من امر عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم؟ يعني ما جاش بالطريق الطبيعي وأب وأم وهم. كلمة كن. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه يريد أن يثبت لنفسه طلاقة القدرة في الإيجادات، وطلاقة القدرة في الإيجادات ما تخلص به طريقة واحدة عشان يوجد بها الأشياء. فمرة يخلق بلا أب كما خلق إيه؟ بلا أب وبلا أم كما خلق آدم. ومرة يخلق بأم دون أب، مش كده؟ ومرة يخلق بأب وإيه؟ وأم. الله، إذا القسم العقلية موجودة ولا لا؟ خلق آدم إيه؟ لا أب، وخلق حواء أب دونه، وخلق عيسى أم دونه، وخلق جمهرة الناس من أب وأم. فالقسمة العقلية مدارة في الخلق، فلا طريقة في الخلق تقيد طلاق قدرة الله. هو عايز بس يجيب زي ما يجيب. ولذلك حيقول إذا استكملت العناصر البشرية أب وأم قال فلله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما.
فالذي قبل الهبة في الإناث والذكور أو فيهما معا يجب أن يقبل من الله العقوبة، أنها هبة الله. ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يستدرك أحد على فعله ولو كان مخالف لعقلك أنت. هناك الآية حين يقول الله لسيدنا عيسى عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هو عارف أنه ما قالش، إنما ده تقريع له عشان هو اللي يقول له، يقول إيه، يرد يقول إيه؟ ما سبحانك، أنا مش ممكن أقول كده، أنا ما قلت له إلا ما تعلم، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في إيه؟ ما في نفسك. الله حق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت طلاقة القدرة، وما دام يثبت طلاقة القدرة ما تقولش إنها ضروري يحصل كذا. أنت لما تحب تعمل مية لازم تجيب أكسجين وهيدروجين، ما عملتش كده ما تجيش، إنما هو يعمل يجيب من أي شيء من أي شيء. ليه؟ لأن الأشياء عند الله ليست فاعلة بذاتها، وإنما فاعلة بمراد الله فيها. نعم. كلمة عزيز بقى إزاي جت إيه هنا؟ ما قال الشاهد، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلمه. وبعدين هيقول إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. بالله كان المنطق العقلي من البشر كده كان يقول إيه؟ إن تغفر لهم يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، ولا إيه؟ لا لا لا، ما قالش كده، هو ما جابهاش من ناحية الغفران والرحمة، هو جابها قال أنت طليق القدرة. لو الناس قالوا لك إزاي غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وقالوا كذا، قل أنا عزيز لا أغلب ولا حد يستدرك علي. إذن فهو عمل كده من عزة الله في خلقه. وإلى لقاء آخر.